أصبحت الدرعية التاريخية منافسا بارزا في استضافة المحافل العالمية. فنزال الدرعية التاريخي أحد أبرز فعالياتها القادمة بعد أن استضافت سباقات الفورمولا اي العالمية لتستضيف عشرة من أهم الملاكمين العالميين في لقاء ضخم يتسع لأكثر من 15,000 متفرج ويضم نخبة من ملاكمي العالم. ويأتي الملاكم العالمي بطل العالم للوزن الثقيل أندي رويز في مقدمة ضيوف النزال، الحاصل على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة ومنظمة الملاكمة العالمية، والذي يبلغ من العمر 30 عاما من مواليد مكسيكالي في المكسيك. خاض خلال مسيرته 29 نزالا فاز بها جميعا، بينما حقق الضربة القاضية في 19 نزالا. وتأتي أهمية اللقاء الذي يجمع رويز بالملاكم العالمي أنتوني جوشوا بعدما صدم الأول عالم الملاكمة عندما أسقط منافسه 4 مرات قبل أن يهزمه بالضربة القاضية في الجولة 7 عندما التقيا لأول مرة في نيويورك يونيو الماضي. فيما يأتي الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والذي يبلغ من العمر 30 عاما المحقق لبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 وحقق الميدالية الذهبية فيها، حيث خاض جوشوا 21 نزالا فاز في 20 منها بالضربة القاضية. كما يضم النزال مواجهة مرتقبة للملاكم ديلان وايت وخصمه ماريو زواك في نزال استباقي في 6 ديسمبر القادم. وفي أوزان أخرى يلتقي الملاكم توم ليتل بمنافسه محمد مجيدوف بطل العالم السابق للهواء وألكسندر بوفتيكن بمنافسة مايكل هنتر، فضلا عن نزال مرتقب بين الملاكمين هيرجوفك وإيريك مولينا.